حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، ومن هذا المكان الطيب كباقي بيوتكم الطيبة نطل عليكم من خلال برنامج يحدث اليوم، وكما تعودنا دائما أن نكون حلقة الوصل ما بين القضايا التي ترد لفريق العمل وما بين المؤسسات والجهات المسؤولة. نستذكر في البداية كما تعودنا وإياكم الوسائل التي بإمكانكم إيصال قضاياكم من خلالها، ونبدأ بعنوان صفحة البرنامج على الفيسبوك هي يحدث اليوم @facebook.com، ورقم واتساب البرنامج 0780450450، والاتصال مباشرة على مكتب يحدث اليوم على أرض رقم 47 73 111. صباح ندعو الله عز وجل أن يحمل كل ما فيه الخير والسلام لكم وللوطن. فاصل ونستعرض وإياكم العناوين الرئيسة التي في جعبتنا لهذا اليوم. سنتطرق مشاهدينا الأعزاء إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، حيث تشير دائرة الأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون باردة في أغلب مناطق المملكة، واحتمال سقوط زخات خفيفة من الأمطار في شمال المملكة. إلى عنوان آخر، حيث هنالك إعادة لتأهيل الجسور والعبارات في طريق البحر الميت، وسيكون هنالك استفسار وتفاصيل حول هذا الموضوع، التجهيزات والصيانة لمنطقة سياحية هامة طريق البحر الميت، وذلك من خلال وزارة الأشغال. وإلى عنوان آخر وتحقيق صحفي جاء في صحيفة الغد الزميلة، حيث إربد هنالك قضية عالقة فيما يتعلق بالمهام، حيث إسناد الطرق الزراعية للبلديات قد يؤجل عملية تعبيد تلك الشوارع إلى إشعار آخر، وهذه المهمة عالقة ما بين وزارة الأشغال ومهام البلديات وما إلى ذلك من أمور. إلى قضية أخرى وتحقيق صحفي آخر، حيث هنالك جاء قضية في وتحقيق صحفي في البتراء بوجود حفريات لمشروع سياحي، هذا المشروع السياحي أدى إلى انقطاع المياه عن منازل المواطنين. وإلى قضية أخرى في السلط، حيث مطالب بتفعيل مشروع سياحي، هذا المشروع السياحي موجود في منطقة داخل مدينة السلط هي ساحة عقبة، هذا المشروع بحاجة إلى تنشيط السياحة والاقتصاد فيه وتفعيل النشاط السياحي والتجاري. وإلى القضية الأخيرة إن أسعفنا الوقت، سننتقل إلى الكرك وقضية وصلت لفريق العمل من المواطنين في الكرك، حيث هنالك ملاحظات من أن نظام ترخيص المهن الجديد لا يعمل منذ 5 شهور. على كل هذه هي مجمل العناوين الرئيسة التي في حلقتنا لهذا اليوم. فاصل ومشاهدينا، ونبدأ بسم الله بالعنوان والخبر الأول. ومعي في اتصال هاتفي على الهواء مباشرة المهندس أيمن صبح، وهو رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية للاطلاع على تفاصيل الحالة الجوية. صباح الخير مهندس أيمن. صباح النور أخت لالا، إليك والأخوان المشاهدين، حياكم الله. حياك الله مهندس أيمن. يعني حيث تشير دائرة الأرصاد الجوية في زخات خفيفة من الأمطار ستكون في شمال المملكة، لكن التفاصيل أكيد مع حضرتك في ظل الأجواء المربعانية الباردة، تفضل. نعم، يعني بشكل عام حتى الآن فترة المربعانية درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة أعلى من معدل حوالي 3 إلى 4 درجات. نعم. يعني اليوم بشكل عام معدل العظمى في عمان حوالي 14، بتبقى تسجل في حوالي 19 درجة مئوية. نعم. معظم أجواء المملكة اليوم مشمسة مستقرة، باستثناء أنه أجزاء من أقصى مناطق شمال المملكة هناك احتمال ضعيف
ساعات المساء لهطول زخات خفيفه من المطر والنفاث لفترات قصيره. نعم. على ذلك بتظل الاجواء مستقره ومشمسه في معظم المناطق. اكيد بتكون بارده في ساعات الخمسه فوق مرتفعات الجبيل عاليه الرطوبه في عمان حوالي تقريبا 17 حوالي 9 درجات. نعم. المرتفعات العاليه ما بين 12 الى 6 درجات مئويه، مناطق البارده 20 الى 6 تقول 17 8، الاغوار ما بين 24 الى 13، وفي خليج العقب ما بين 25 الى 12 درجه مئويه. نعم. هذا مع ايضا اختلال هطول زخات خفيفه من المطر في بعض المناطق الشماليه ايضا لفترات محدوده، العظمى في عمان حوالي 16 درجه مئويه. السبت والاحد راح يكون في ارتفاع طفيف على درجات الحراره، لكن بتظل الاجواء بارده نسبيا في معظم المناطق وتميل لدفء الاغوار وبحر بعيد مدينه العقب. العظمى يوم السبت في عمان حوالي 19، و الأحد ما بيحتم الطراش إلى السابق الجرس المئوية إن شاء الله. إن شاء الله والله تعالى أعلم. مهندس أيمن، في ظل وجود المربعانية، هل هذا الوضع يعني إحنا بحاجة أمطار؟ رحمة من ربنا هي في النهاية، يعني لسه في مجال للأمطار في خلال، أنا بحكي طبعا يعني من ناحية يعني أرصاد جوية وعلم، المربعانية ما فاتنا شيء كتير صح؟ لا لسه الحمد لله رب العالمين. وإحنا طبعا الأمطار اللي هطلت حتى تاريخ 28 شهر، يمكن امبارح كان فيه طلق بطريقة شفزات خفيفة متفرقة خاصة في شمال أجزاء الوسط، لكن حتى يعني تاريخه يعني أمطار كانت الحمد لله رب العالمين جيدة. معظم المناطق كانت تقريبا حول أو عفوا أعلى بقليل من المعدل الموسمي لهذه الفترة. نعم. إن شاء الله يعني الآن صحيح في فترة استقرار على أجواء، لكن إن شاء الله قبل الشهر هذا الشهر أو قبل بقليل ممكن هناك بوادي بتشكل حالات جوية تتساقط الأمطار إن شاء الله. إن شاء الله والله تعالى أعلم. مهندس أيمن صبح، رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية، كل الشكر لحضرتك. فاصل مشاهدينا وننتقل إلى عنوان آخر. طريق البحر الميت، يعني احنا مناطقنا السياحية ما في أدنى شك من أنه هنالك اهتمام بالنسبة للطرق، حتى يعني المواطن أو السائح القادم من خارج الأردن يجد هنالك استمتاع في هذا الطريق. والحمد لله مناطقنا جميعها التسهيلات للوصول إليها كبيرة جدا. على كل طريق البحر الميت هنالك إعادة لتأهيل الجسور وأيضا العبارات في هذا الطريق. للحديث حول هذا الموضوع، الاستعدادات وتفقد العبارات، معي على الهواء مباشرة الزميل الإعلامي عمر محارمي، الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان. أستاذ عمر، أسعد الله صباحك. الله يسعد صباحك أختي لانا وصباح كل مشاهدي. أهلا وسهلا فيك. يعني أنا حكيت قبل قليل إنه الاهتمام بطرقنا اللي بتأدي إلى المناطق السياحية أو الطرق الخارجية أو أي طرق، هاي دائما إحنا في متابعة إلها حتى يكون في هنالك أمان وسلامة، ونستمتع أيضا في المناظر الخلابة اللي الأردن وين ما ذهبنا بتكون موجودة إلها، فالله يعطيكم العافية. لكن أستاذ عمر، يعني هنالك كما علمت بأنه تجهيزات واستعدادات أيضا، وقمتم بتفقد وصيانة كثير من الشوارع والطرق المؤدية إلى طريق البحر الميت، أكيد تفاصيل مع حضرتك، تفضل. شكرا جزيلا لك. بداية يعني موضوع جسور البحر الميت كانت محطة اهتمام وأولوية بالنسبة للوزارة، لأنه الأودية اللي على البحر الميت هي تعتبر مصب للأمطار الساقطة تقريبا في ثلاث محافظات. نعم. من البلقة للعاصمة ومادبة وحتى الكرك، أربع محافظات. نعم. تقريبا كميات الأمطار، أغلب الأمطار اللي بتنزل بهاي المحافظات بتنتهي. نعم. لأودية المؤدية إلى منطقة البحر الميت. نعم. لذلك هذه الأودية ورغم منطقة البحر الميت يمكن ما تشهد تساقط كثيف للأمطار، لكن هذه الأودية تشهد أحيانا سرعة جريان عالية. صحيح. وكان في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية حدث فيها انفجارات وانجرافات، لذلك نعم. لابد من أنه تتم متابعة هاي الأودية ومجاري السيول والعبارات والجسور التي على الطريق أولا بأول. نعم. احنا بالصيف هذا كان من ضمن استعداداتنا لموسم الشتاء، اشتغلنا على اعاده تاهيل هاي الجسور
لرفع كفاءتها، رفع كفاءة الطريق والمنشآت الخرسانية ضمن طريق البحر نعم. تم تنفيذ جسر خرساني جديد وصيانة مداخل ومخارج السور اللي هي عددها 8 على طريق البحر الميت. صحيح نعم. بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة لتقريبا 168 عبارة واقعة على هذا الطريق. نعم. بعد الأمطار يعني بعد الثلاث أو أربع منخفضات اللي شهدناها هذا العام إن شاء الله بندعي الله إنه يجينا المزيد أيضا، كان لابد من لأنه إحنا بعد كل منخفض العبارات الجسور لابد من مراجعة الوضع عليها حتى نتأكد إنها كانت تعمل بكفاءة أو حتى نعالج إذا كان بيصير انجراف أتربة صخور حتى نرجع نعالجها. وزير الأشغال بعد مهندس مهرب السمن بعد يعني الأمطار اللي شهدناها خلال شهر 12 و11 يعني حب يشوف ويتأكد من إنه هاي الجسور يعني على يعني بأفضل جاهزية، وامبارح كان في جولة بالموقع الحمد لله الأمور تمام الحمد لله. ندعي الله يجينا الخير إن شاء الله يجينا يا رب. وإحنا بنعتقد إنه يعني الجسور والعبارات جاهزة لاستقبال أي تغيير للسيول يا رب إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. أنا بس حابة أتطرق لنقطة، أحيانا قد يكون المواطن عليه مسؤولية في الحفاظ على سلامة هاي العبارات من حيث يعني رمي دائما الزوائد أو رمي أي شيء ممكن أنه يعيق العمل فيها، هل بتعانوا من هاي المشكلة أم في ملاحظات على هذا الموضوع؟ أنا بدي أشكرك أنك يعني أثرت هاي النقطة لأنه إحنا جزء كبير من عملنا في موضوع العبارات بتعلق برمي النفايات مجاري السيول والأودية. يعني مسألة انجراف الأتربة انجراف الصخور مسألة خارجة عن إرادتنا وعن إرادة الناس. نعم صحيح. لكن النفايات الأكياس البلاستيك يعني هاي بتسبب إنه عائق كبير، وللأسف إنه بعد كل منخفض لابد الشرك الميدانية ترجع على العبارات وبتنفذ الكميات. للأسف. أتمنى من مواطنينا لأنه يعني القصة مش قصة إنك تتخلص من كيس نفايات ما بتعرف تبعات، وأحيانا إغلاق عبارة واحدة ممكن أدي لفيضان مختارع ممكن أدي لانجراف هذا الشارع، وجوز من وراء يعني كميات من النفايات يعني أغلقت هذه العبارة. يعني وعي المواطن وتعاونه هو أساسي في كل كل مناحي الحياة. نعم. وفي النهاية إحنا بنحكي يعني لما نطلب من المؤسسات تقديم أفضل الخدمات مطلوب إحنا منا كمواطنين واجب كتير وشعور بالمسؤولية، لأنه هاي في النهاية مقدرات عامة وإحنا اللي بنستفيد منها في النهاية، وهذا الرابط ما بين الحقوق والواجبات. أنا بدي أشكرك زميل الإعلامي عمر المحار من ناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأرجو بعد الفاصل أستاذ عمر أن تبقى معنا، لدينا قضية أخرى بحاجة إلى تصريحك، ابقى معنا إن تكرمت. فاصل مشاهدينا. هناك قضية شائكة أو في تشابك وتشاركية في المهام والمسؤولية، نتحدث عن بلديات ونتحدث عن أشغال، وبالمناسبة يعني المواطن أحيانا بتوه بين المسؤولية، هل هي من مسؤولية الأشغال أم من مسؤولية البلديات؟ لذلك في قرار لقضية إسناد طرق زراعية للبلديات قد يعيق أحيانا تعبيد تلك الشوارع، مسؤولية من؟ الطرق زراعية لمين؟ مسؤولية مين؟ الطرق الثانية مسؤولية الأشغال؟ إحنا كفريق عمل أحيانا منتوه، لكن فما بالك في المواطن في هذا الموضوع. على كل هذا جاء في تحقيق صحفي بقلم الزميل الإعلامي أحمد التميمي من صحيفة الغد. صباح الخير. صباح الخير زميل. أهلا وسهلا فيك. أنا سأترك الوقت لحضرتك حتى نأخذ تفاصيل هذا التحقيق الصحفي، تفضل. نعم زميلي لانا، شكرا لك وشكرا للتلفزيون الأردني على هذه الاستضافة. في البداية هي المشكلة هي مشكلة عامة يعني تقع في كافة محافظات المملكة ومنها محافظة إربد. هناك العديد من الطرق الزراعية في محافظة إربد
يعني بحاجة إلى فتح وإعادة تعبيد أو تعبيد من جديد حقيقة، وخصوصا الطرق الزراعية. هذه المشكلة يعني بدأت تظهر في بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بالعام 2021 إسناد الطرق الزراعية للشوارع التي تقل سعتها عن 20 متر للبلديات حقيقة، والشوارع التي تزيد سعتها عن 20 متر صارت من صلاحيات وزارة الأشغال بعدما كانت جميع الطرق حقيقة لوزارة الأشغال. حقيقة يعني هاي يعني أضافت عبء جديد على البلديات حقيقة، وفي ظل يعني عدم قدرتها في ظل الضائقة المالية التي تمر فيها البلديات، وعدم قدرتها على تسفيت الشوارع التي هي داخل حدود التنظيم حقيقة. وكيف يعني خارج حدود التنظيم هناك المئات من الشوارع في مناطق مختلفة في محافظة بحاجة إلى فتح وتعبيد حقيقة، وهذه يعني في وبالتالي يعني سيضطر المواطن للانتظار عشرات السنوات حقيقة للحصول على خدمة فتح الشوارع والتعبيد الخاصة الزراعية منها. نعم. السابق كان يعني مجلس المحافظة زميلي لنا يعني كان يخصص مبالغ مالية في موازناتها للطرق الزراعية، لكن الآن أسندت إلى البلديات يعني، وبالتالي عدم قدرة البلديات على فتح الشوارع خارج التنظيم سيزيد الأعباء عليها، وبالتالي يضطر المواطن لانتظار سنوات إضافية جديدة لحين وصول الدور إليه. طيب أنا يعني على أثر هذا القرار كيف بتوصف لنا هاي المشكلة والطرق الزراعية في محافظة إربد؟ يعني هناك يعني حتى الطرق الزراعية مؤدية إلى منازل حقيقة وأراضي زراعية بالدنومات، يعني عشان آلاف الدنومات بحاجة إلى فتح وتعبيد شوارع لقدرة المواطن للوصول إلى منازل حقيقة. أيضا هناك مشكلة جديدة أيضا يعني أضافت أعباء مالية على المواطن، وهي يعني 100% تعبيد على المواطن، عوائد تعبيد على المواطن. يعني كانت في السابق يعني كانت وزارة الأشغال العامة هي تتحمل العوائد التعبيد، لكن الآن المواطن هو الذي سيتحمل كافة الرسوم. طبعا طبعا طبعا، وتكاليف التعبيد كاملة على المواطن. نعم. أنا بدي أشكرك لتسليط الضوء على هذا الموضوع ونتائجه، لأنه نحن نعلم زميلي العزيز بأنه موازنات البلديات شحيحة جدا في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتعاني منها العالم أجمع، وبالتالي إسناد مهمة أخرى إلها قد يعيق يعني كثير من العمل ويستنى المواطن عشرات السنوات. على كل يعني أنا بعتقد بأنه في ظل أخذ هذا القرار يجب زيادة موازنات البلديات. هذا السؤال رح أتوجه فيه لرئيس البلدية علشان نشوف أنه بعد ما أخذنا هذا القرار هل زدنا موازنات البلديات، لأنه زدنا المسؤوليات عليها. فأنا بدي أشكرك وأرجو أن تبقى معي زميلي العزيز لأنه يمكن يعني نتساعد مع بعض في تسليط الضوء على هذا الموضوع. ننتقل إلى رئيس بلدية غرب إربد عطوفة جمال البطاينة. صباح الخير. معي رئيس البلدية زملائي عطوفة جمال البطاينة، معي سامعني؟ نعم سامعك. صباح الخير. صباح الخير حياك. عطوفتك أرجو أنه ترفع لنا صوتك إن تكرمت حتى يكون الصوت وأوضح، وزملائي ارفعوا لي داخل الاستديو السماعة. عطوفتك الآن يعني هذا جاء تحقيق صحفي بأنه هنالك طرق زراعية تم إسناد المهام للبلدية فيها، وبالتالي زادت هنالك الأعباء على البلدية ماليا أنا بحكي ولوجستيا، وهذه الطرق بحاجة إلى سنوات طويلة حتى تتعبد لأنه موازنات البلديات أنا أعلم بأنها شحيحة. سأترك الوقت لحضرتك للتعليق على هذا القرار، تبعياته على هالأراضي الزراعية، وهل في ظل اتخاذ هذا القرار وإسناد هذه المهام لكم الجديدة تم زيادة الموازنة أم لا؟ تفضل. يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شكر لهذا البرنامج المتألف، شكرا للأخ أحمد التميمي من بلدية إربد. ثم من حيث انتهيت سيدتي، لم يتم زيادة الموازنات في بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنصر بتاريخ 20/6/21 الذي قضى بوضع أثناء إضافية على البلديات. البلديات كانت تنوح أصلا في حملها ومسؤوليتها، معروف أن
الاولويات هذا اليها يعني ارث تشكيلا بني تحتي متهات شبه مدمره، موظفي بلديات في التاهيل، موازنات بلديات كثير متواضعه في كل عام يتم انقطاع جزء منها، الايرادات الذاتيه كثير متواضعه وتكاد لا تكثر احيانا، الدعم الحكومي من 50% لعوائد مشتقات البترول لم يصل الى 10%. عطوفتك اذا تكرمت عطوفه رئيس البلديه، يعني الفريق معي مش سامعك واضح ولا انا سامعتك واضح، ارجو ان نرفع صوتنا ونحكي بطريقه اوضح من هيك، تفضل. طيب. يعني صوتي كويس هسه؟ هيك كويس، تفضل. كويس، جزاك الله. انا بحب ان يكون البرنامج يعالج اختلال حقيقي، مش بس يسلط عليه الضوء ويعطيه حبه رفانيل وظل متعدي. نعم. يعني يا ريت تعطوا هذا البرنامج حقه، هذا الموضوع. اولا لم يتم زياده موازنات البلديات بناء على انه يعني جرى تحميل البلديات اعباء اضافي، يعني حطوا علينا حمل بس ما اعطونا مقابل. انا هذا السؤال اللي سالتك اياه في البدايه، هلا انا بزيدوا علي مسؤوليات معناته لازم يزيدوا لي الموازنه. اثنين، احنا ورث الى يعني آل الينا ارث كثير ثقيل للبلديات، بنية تحتيه متهالكه، موظفين بلديات غير مؤهلين، موازنات البلديات كثير متواضعه، الايرادات الذاتيه تكاد لا تذكر، الدعم الحكومي من 50% لم يصل الى 10% من عوائد المشتقات النفطيه وترخيص المركبات وتامين المركبات والمخالفات، الدعم الخارجي يا نصيب مره بصيب ومره ما بصيب، الاستثمارات الداخليه كثير متواضعه، التحققات على المواطنين غير مستوفاه، هناك عرج وعور في التشريعات، طموحات المواطنين سقفها كثير عالي، بالوقت اللي المواطن يطلب كل حقوقه لكنه يتمنع عن أن يدفع الواجبات اللي عليه، ثم أن كثرة الزحام تعيق الحركة، أشغال عامة وبلديات ومجالس محافظات تهنى بيناتهم هذولا بهذا المثلث، المفروض أن تسند الأمور بشكل واضح إلى 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 فئة جهة معينة. الآن قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه أعلى قال إذا كان عرض الشارع أقل من 20 متر، نعم بلديات متر ويخدم 10 بيوت، طيب 10 بيوت بطول 30 كيلو ولا مثلا بطول معين مثلا، هذا بده توضيح. نعم. يجب أن يوافق وزير الإدارة المحلية خطيا على توصيل خدمة تعبيد الشارع بشرط أن لا تزيد عرض التعبيد الشارع عن 6 أمتار والطول 1 كيلومتر، وأن يكون هذا الشارع مرسم على لوحة الأراضي بمعنى مفروز، وأن يفرض تحققات على المستفيدين من التعبيد 100% على حساب المواطن. تم تعديل هذا الكتاب بكتاب مجلس الوزراء رقم 25 على 11 على 1 على 21 نعم 4302 نعم تاريخ 2/8/23. اللي بدي أقوله إنه الآن من الذي سمح لهذول الناس عمره خارج التنظيم؟ إذا كانت الدولة تتوجه بعدم التوسع في التنظيم حفاظا على الحيازات الزراعية، فكيف سمح للمواطنين أنهم يعبروا خارج التنظيم؟ كيف إحنا بنمنع البلديات ترخص للمواطنين من البلديات وبنسمح لهندسة البلديات أنها ترخص للمواطنين خارج التنظيم؟ إذا كأنه الرؤية مش واضحة، في ضبابية بالموضوع. إما أننا نريد أن نمنع البناء خارج التنظيم والتوجه إلى البناء العمودي بدل ما هو أفقي مشان نخفف التمدد العمراني، صح؟ التمدد العمراني من جهة اللي أكل الأراضي الزراعية وجعلنا يعني ناس نعتمد على المساعدات من جهة، ومن جهة أخرى أننا بحاجة إلى خدمات، يعني لما واحد بروح هو وأخوه بعمر بعيد 3 كيلو وتعال يلا مد له طريق الآن ومد له كهرباء ومد له مية، ها؟ كيف يعني من الذي سمح له أنه يعمر هذا هناك؟ ما الأصل هذه زراعات حيازات زراعية المفروض أن يحافظ عليها، تجمعات السكانية تجمعات سكانية يروح ينضم إليها، وممنوع خارج حدود التنظيم أنه واحد يعمر. طبعا. الآن ما دام أنه هذا القانون فضفاض إلى هذا الحد وأنه ما بمنع حدا، البلديات حتى تطبق قرار مجلس
الجرائم المؤخرة تحتاج إلى دعم موازنة ودعم. نعم موازنة. وأنا قاعد بحكي لك ستلانا بلسان الصدق ماشي، أن البلديات الآن مش قادرة تقوم بعشرة بالمية من أعباء المترتبة عليها بموجب مهامها وواجباتها حسب نظام وقانون الإدارة المحلية والمهام التي أوكلت مجالس البلدية، مش قادر تقوم بعشرة بالمية منهم. حسا روح نفسنا احنا على خارج التنظيم ونصير نعبد شوارع خارج التنظيم. ما هي هاي التوسع في المهام على حساب جودة تقديم الخدمة. ثم نعم. الآن إذا سمحتي لي نعم. لما احنا بدنا نعبد شارع، المتعهد ما راح يصبر علينا تنجمع التحققات من المواطنين. نعم. المقاول بده فلوس مباشرة طبعا ماشي، والمواطن ما بدفع، واحنا ناس منتخبين. اذا بتروح تشتكي على الواحد وانت منتخبه ماشي على الاموال العامه بقول قال الله الحق علينا اللي انتخبناك، يعني فكرناك انك انسان محترم طلعت علينا. دخلونا بدوخيه، كان الاولى ان تعدل التشريعات وان هسه مثلا احنا لما بدنا نروح نتنازل عن الارض عن نطوب ارض، ليش بيطلبوا مننا براءة ذمة من البلدية؟ لماذا لا يطلب براءة ذمة من البلدية من كل مواطن بده رخص سيارته؟ بده يطوب شقة، بده يسافر برا يجيب براءة ذمة من البلدية حتى تلتزم الناس بدفع التحققات اللي عليها. خاصة انه موظفين البلديات تعبانين ماشي، تعبانين وغير قادرين على انجاز هذا البرنامج. احنا مثلا عندنا كذا مليون دينار دين على الناس، بس يعني مش قادرين نحصل من هذا إلا أموال متواضعة ومتواضعة جدا لا تستطيع أن تغطي نفقات رواتب الموظفين وديزل الآليات وأصلاحها. طبعا طبعا طبعا. شوف إحنا في مشكلة حقيقية مست الحاجة إلى أن تجلس الجهات المختصة لوضع الحلول، الحلول الحقيقية والناجعة، مش لتجميل الوضع والتقليل من آثاره، وإنما لمعالجته بشكل منطقي وسريع وعادل. عطوفتك، شوف أنت قلت في بداية المقابلة هيك جملة جوهرية بأنه أنا في عندي مجلس محافظة وأنا في عندي بلدية وأنا في عندي أشغال. أحيانا التوسع في المهام يعني التشبيك بيناتها بشكل غير مفصل في التشريعات بضيع المهام، بزيد أعباء على جهة مقابل أنه جهة تانية بترتاح. أنا أدرك تماما بأنه البلديات الله يكون في عونها وين ما كانت، وأدرك بأنه كلما زادت المسؤولية وإلقاء المسؤولية عليكم بحاجة إلى زيادة تلك الموازنة. القضية شائكة، هو تحقيق صحفي سلط الضوء على موضوع هام جدا، مش قضية شارع احنا بدنا نحله اليوم، لكن كل ما قلت هو سليم. فأنا بدي أشكرك على هذا التوضيح، أشكرك على صراحتك بأنه مسؤول يطلع ما يشكر وما يجمل الصورة على حساب يعني تقديم الخدمة. أنت قلت الواقع بكل نزاهة بكل صراحة بكل شفافية بدون زيادة أو نقصان، هذا هو الواقع. فأنا من المنطق لما أنا أزيد المسؤوليات أزيد الموازنة، فالله يكون في العون، الله يعينكم. شكرا لحضرتك لهذا التفصيل، عطوفة الأستاذ جمال البطاينة رئيس بلدية غرب إربد. معنا الأشغال زملائي، ناخذ رأي الأشغال. الأستاذ عمر المحارمة يعود إلينا مرة أخرى، الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان. زميلنا العزيز الناطق الإعلامي أستاذ عمر، تعليقك على هذا الموضوع. شكرا لك مرة ثانية. بصراحة يعني زميلنا الأستاذ أحمد يعني شخص القضية يعني بطريقة مهنية وما تركناش كثير شيء نحكي. تفضل. لكن أنا بدي أكد على اللي حكى ما جاء في التحقيق، أنه بالنهاية وزارة الأشغال العامة والإسكان يحدد اختصاصها في موضوع الطرق، قانون الطرق رقم 24 لسنة 86 وطريق ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001. وأيضا قرار مجلس الوزراء رقم 2593 اللي حكينا عنه صدر حزيران 2021 اللي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 متر. نعم. الشغلة المهمة اللي مش واضحة بالتحقيق اللي حكى أحمد، إنه إحنا بنحكيش بس عن حدود التنظيم، إحنا بنحكي عن حدود البلدية، لأنه أحيانا مش كل المناطق الواقعة ضمن حدود البلدية هي داخل التنظيم. نعم. قرار مجلس الوزراء وضع الصلاحية هاي بيد البلدية للطرق الواقعة حتى خارج التنظيم لكنها ضمن حدود البلدية. نعم. اللي حكى المهندس جمال يعني
كلام مهم جدا وسلط الضوء على معاناة كنا بنعترف فيها، لكن احنا كوزارة الأشغال العامة والإسكان مش احنا الجهة المختصة. طبعا انا كنت اتمنى انه يكون في حدا من وزارة الإدارة المحلية يوضح اللي حكى المهندس جمال. هو يبدو ان هذا انا بدي اشير لنقطة مهمة، انه المعاناة اللي بتعانيها البلدية في موازنتها والبلديات في موازنتها هي نفس المعاناة اللي بتعانيها أيضا وزارة الأشغال مثلا، صعوبات مالية للدولة كلها وإن شاء الله أنها تنفذ. بس كمان بدنا نشير لنقطة كمان مهمة، إنه موضوع الطرق الزراعية، يعني البلديات باعتبارها مؤسسات حكم محلي هي الأقرب لتلمس حاجة المواطن وين في شارع لازم ينعمل أو ما ينعمل. فهي هذه كانت الإشكالية. والشغلة الثالثة إنه مجالس المحافظات قاعدة بتلعب دور مهم في هذا الموضوع. أنا بختلف مع المهندس جمال إنه بالعكس، يعني وجود الثلاث جهات يفترض أن يكون حافز لتنسيق والعمل مشترك، وفي موازنة لمجلس المحافظات ممكن تخدم البلديات إذا كان في تنسيق وتعاون ما بين البلدية والمجلس البلدي ومجلس المحافظة. والأصل أنه يكون هيك، وحتى الأصل أن يكون الأصل صارت على قانون لا مركزية قبل سنوات كانت تهدف لهذا الموضوع، أنه زيادة ورفع موضوع التنسيق والتشارفية ما بين المجالس البلدية ومجالس المحافظة. نعم يعني احنا هي قضية. انا بدي اشكر زميلنا الصحفي انه سلط الضوء على هيك موضوع، بس انا اعلم بانه حتى وزارة الاشغال هنالك ضائقة مالية في كافة لانه احنا زي اي دولة في العالم الان المشاكل الاقتصادية، لكن من المنطق انه انا اذا زدت مسؤولية على جهة معينة انا ازيد، يعني واحد في بيته بجيب له ولد تاني بزيد راتبه، فمن المنطق انها يعني تزداد المسؤولية، أنه يزيد الرواتب للموظفين، تزداد أيضا موازنات البلدية، الخدمات اللوجستية وما إلى ذلك. على كل هو تحقيق صحفي سلطنا الضوء عليه. شكرا للتوضيح من حضرتك الأستاذ عمر المحرمي الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان. شكرا لك. فاصل مشاهدينا وننتقل إلى قضية أخرى. جاء أيضا في تحقيق صحفي وبقلم الزميل الصحفي حسين السلامين حول يعني مشكلة موجودة في البتراء. هذه المشكلة هي حفريات لمشروع سياحي، أدت هذه الحفريات إلى انقطاع المياه عن المواطنين. تفاصيل هذا الموضوع مع على الهواء مباشرة الزميل الصحفي أحمد التميمي من كتب هذا التحقيق. صباح الخير حسين السلامين، أهلا وسهلا فيك. صباح النور زميلة القديرة والمبدعة الدكتورة لهنا. أشكرك، تفضل. سيدتي، تسببت أعمال حفريات لإنشاء منشأة سياحية في حي المصلى في مدينة وادي موسى بكسر خط المياه الناقل لعدد من المشتركين في حي المشرف العلوي، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه إلى هؤلاء المشتركين منذ حوالي 14 يوم على التوالي. انبوب المياه المكسور موجود في باطن شارع فرعي، انهار جزء كبير منه بسبب الحفريات، وتم إغلاقه أمام حركة المرور قبل حوالي شهر. فيما أنه من الصعب إصلاح خط المياه في نفس المكان الموجود به في ظل اتساع حجم التشققات الكبيرة الناجمة عن الحفريات والتي وصل عمقها إلى حوالي 18 متر. السلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ومديرية مياه البتراء لجأت إلى وضع حل بديل ووحيد لتزويد المواطنين المتضررين من انقطاع المياه من خلال صهاريج المياه الحكومية، وذلك لحين استبدال الخط الناقل للمشتركين من خلال مواقع جديدة تم تحديدها للمقاول المنفذ لمشروع المنشأة السياحية بهدف مد خط مياه جديد.
حقيقة إقليم البتراء قام بإلزام المقاول المنفذ للمشروع المنفذ طبعا لمشروع المنشأة السياحية بسرعة تنفيذ هذا الخط لمنازل المشتركين، إضافة إلى قيامه بإيقاف العمل بمشروع الحفريات إلى إشعار آخر، وكذلك قيامه باستدعاء فريق هندسي وفني من نقابة المهندسين للكشف الحسي على موقع الحفريات بالتعاون مع كوادره المختصة في نفس المجال بهدف تقييم الوضع الفني الراهن من أجل التأكد من سلامة إجراءات مراحل التنفيذ التي تمت. علاوة زميلتي على التنسيق مع الجمعية العلمية الملكية للقيام بالدور المطلوب منها بخصوص المشروع مدار الحديد. نعم. طيب الآن هل الصهارج يعني في شكوى من المواطنين؟ أنا لما بدي أنتقل للجهة المسؤولة دائما تحكي لي إحنا أمناهم بصهارج، هل الصهارج حلت مشكلة؟ الصهارج تقوم بحل المشكلة مؤقتا، وحقيقة الصهارج تسبب إرباك لسلطة المياه وسلطة إقليم البتراء وللمواطنين أنفسهم الذين يتم تزويدهم بالمياه. ليه؟ عملية الإرباك التي تتم أحيانا أصحاب المنزل قد يكونوا غير موجودين بالمنزل أو أحيانا هذه الصهاريج عندما تأتي إلى المكان سعة الخزانات الموجودة لا تكون أكبر لتغطية الاحتياجات المنزلية. طيب أنا بدي أشكرك لتسليط الضوء على هذه المشكلة، خلينا نأخذ تفاصيلها أيضا نسمع الطرف الآخر. معي على الهواء مباشرة عطوفة مفوض البنية التحتية في سلطة إقليم البتراء حمزة العلياني. أهلا وسهلا فيك سيد الكريم. أهلا صباح خير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك. تفضل يعني تعليقك على هذه المشكلة، يعني إحنا تشجيعا للسياحة ونعرف هاي المواضيع، لكن هنالك أيضا جاءت أعباء على المواطنين، فأكيد لك الحق في الرد. تفضل. شكرا دكتورة وصباح الخير لك وللساده المشاهدين، وأشكر الأستاذ حسين دائما على تسليط الضوء، وإحنا دائما نعتبر الإعلام هو رديف في عملنا في سلطة إقليم بتراء التنموي السياحي. أكيد. كما تعلمين أن هناك نشاطات سياحية ونشاطات أيضا في إنشاء الفنادق السياحية في منطقة البتراء، وهو ما ندعو إليه دائما ونشط عملية جذب الاستثمارات في هذا المجال، لكن كما تفضلتي هذا لا يضر بمصلحة المواطنين وأيضا بمصلحة الممتلكات العامة. وبالتالي جزء مهم منها موضوع المياه. بدي بس أوضح موضوع اللي هو إمداد المواطنين بصهاريج المياه من خلال مياه العقبة وأيضا سلطة الأردن، هو كان يتم سابقا قبل إنشاء هذا الفندق، وبما يعني تقريبا 15 منزل كان يتم إمدادهم نتيجة لضعف إمداد المياه في المنطقة. وبالتالي هذه مشكلة قديمة وليست مشكلة جديدة، لكن نتيجة أعمال الانهيارات في أثناء الإنشاء وأثناء الحفر أدى إلى انقطاع إمداد بعض المواطنين بالمياه، وهذا ما تم تعاون أيضا من خلال شركة مياه العقبة بإيجاد خط بديل للمياه وأيضا خط بديل للصرف الصحي لغاية انتهاء من إجراءات تدعيم المبنى وإنهاء الجدران الاستنادية، وبالتالي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. كل ذلك تم بالتعاون مع سلطة مياه سلطة مياه وأيضا شركة مياه العقبة وأيضا المقاول كجزء من هذه الحلول، وتعويض المواطنين من خلال تقديم الحلول البديلة لحين الانتهاء من هذه الأعمال. نعم سيد الكريم، الخط البديل الآن اللي حضرتك تكلمت عنه هل هو فعال؟ يعني الآن ما في عليه مشكلة؟ دكتورة فعال هذا الخط، وإحنا بنعرف إنه هذه الخطوط هي خطوط مؤقتة، وبالتالي ما أنا هذا اللي بسأله، هو خط مؤقت لكن حل مشكلة إلى أن نحل المشكلة المتسببة في المشكلة نفسها. هذا الخط صممته شركة مياه العقبة ومكتب لواء البتراء لحل هذه المشكلة مؤقتا بغاية 3 شهور. وأيضا كان أنا سبق شرحت أن البيوت التي تستخدم صهاريج المياه كانت تستخدمها من قبل، وهذا ليس له علاقة بهذا المشروع،
لكن ما نعمل عليه الآن بالتنسيق مع شركة مياه العقبة من خلال مكتبها ومن خلال أيضا محافظة معان على إيصال المياه لهذه المنازل بشكل مستمر وبشكل دائم من دون الحاجة إلى صهاريج المياه. وهنا أنوه أيضا أن هذه الصهاريج هي تحت مراقبة شركة المياه وأيضا سلطة تقليم البتراء، وهنا أيضا نعمل جاهدين لإيصال المياه لجميع المنازل من دون أن يكون هناك صهاريج، وبالتالي ضمان استمرار تزويدهم بالمياه صالح. نعم، شوف عطوفتك، أنا يعني مدرك لحجم المشكلة، يعني هي ليست سهلة عليكم وليست سهلة على المواطن، لكن حدث اللي حدث الآن الأهم بأنه الخط البديل يفي بالغرض، ما في أي مشكلة على المواطنين. وأنا بهمني كمان بأنه مراقبة صهاريج المياه، يعني ما نترك الموضوع بالنسبة للمواطن، إحنا بهمنا في النهاية هذه السلامة. فأرجو من حضرتك أنه أنا بدي أشكر زميلنا الصحفي على تسليط الضوء على هذه المشكلة، متابعة الموضوع وتأمين المواطنين، الخط وانكسر وخط بديل وموجود، فمشكلة موجودة وواقع بدنا نتعامل معه، لكن إجراءات التعامل مع هذا الواقع هي مسؤوليتكم، لأنه في النهاية المواطن بهمه أنه الخدمة اللي بدها توصل وهذا حقه من المياه. أنا بدي أشكرك عطوفة مفوض البنية التحتية في سلطة إقليم البتراء المهندس حمزة العلياني. فاصل مشاهدينا وننتقل إلى قضية أخرى. وبتحقيق صحفي أيضا مشاهدينا، هنالك منطقة داخل مدينة السلط هي ساحة عقبة بسموها، هذه المنطقة فيها مشروع سياحي، فيها محلات استثمارية وتجارية وما إلى ذلك. التحقيق الصحفي يقول بأنه يجب إعادة التأهيل وتنشيط الحركة التجارية في ساحة عقبة حتى ترفد النشاط الاقتصادي و بالنسبة لأهالي السلط. على كل ما هي القضية، ما هو واقع ساحة عقبة في مدينة السلط؟ معي على الهواء مباشرة عطوفة محمد، المهندس محمد الحياري، رئيس بلدية السلط الكبرى. عطوفتك أسعد الله صباحك سيدي. صباحك يا دكتورة. أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لحضرتك ولكل أهالي السلط الكرام. أهلا وسهلا مهندس محمد. عطوفتك الآن أنا راح أترك الوقت لحضرتك توصف لنا واقع الحال، وساحة عقبة هي منطقة جميلة جدا داخل مدينة السلط. نعم. فراح أترك التعليق لحضرتك، تفضل. دكتورة لانا الله يسعد صباحك مرة أخرى، صباح وطننا الجميل، وصباح قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. نحن نعمل برؤى سيدنا، وخصوصا فيما ينشط البيئة الاستثمارية أو الحركة التجارية في مدينة السلط. في الآونة الأخيرة قد أمها عدد كبير سواء سياحة داخلية أو خارجية، والحمد لله أنت تتحدثي عن وسط المدينة. هذا وسط المدينة تم استحداث مركز للزوار مقابل متحف السلط. تم توقيع اتفاقية ما بيننا وبين وزارة السياحة، وهذا المركز شغال من الصباح الباكر ولغاية الساعة 10 ليلا. بالشراكة مع وزارة السياحة، وتم وضع فيه أدلاء سياحيين بالإضافة إلى الشرطة السياحية موجودة 24 ساعة في هذا المركز للتسهيل على سواء السائح الداخلي أو الخارجي لتحديد المسارات السياحية وزيارة الأماكن التي يمكن زيارتها داخل وسط المدينة. فيما يخص المحلات التجارية أختي لانا، تعرف في هذه المحلات أنشأت قبل تقريبا 8 سنوات، تم افتتاح جزء منها، الجزء الآخر تم طرح مزاد علني في الآونة الأخيرة، وننتظر بفتح العروض إن شاء الله سوف يرى النور قريبا جدا. أكيد هناك ملاحظات أختي لانا عشان نكون واقعيين، البلدية الآن لسه ما استلمت المشروع، لأنه هناك قضية تحكيمية ما بين المقاول والبلدية،
وهذا يمنعنا من الإضافة أو تحسين على الواقع. نعم. بس للأمانة الموجود في وسط المدينة في ساحة عقبة سواء من المرافق الصحية أو مواقف السيارات الآن خففت ما نسبته 50-60% من الأزمة المرورية. نعم. يعني إذا ما بدي أبالغ إذا بقول لك يومي تقريبا بين ما بين دخول وخروج سيارات من وسط المدينة. نعم. في هذا الموقف بالذات حوالي 500-600 سيارة يوميا. نعم. بالإضافة إنه تم استحداث مواقف إضافية ألف ساحة عقمة مباشرة أختي الكريمة. نعم. يتسع ل200 سيارة. نعم. ومعظم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تخص المدينة تقام في هذه الساحة. نعم. نعم. حيث أصبحت جاذبة لأبناء مدينة الصلت و... نعم. و... وخارج مدينة الصلت. نعم نعم. شوف عطوفتك أنا مدرك حجم التقدم في البنية التحتية داخل مدينة الصلت. نحن نتحدث عن مدينة أولا هي أثرية عريقة فيها تراث فيها أبعاد كبيرة جدا. ساحة عقبة يعني اللي موجودة حتى بإمكان أي زائر لداخل بلدة الصلت أنه يأخذ عائلته ويجلس داخلها، منطقة جميلة جدا. لكن المطلوب كان إذا سمحتي دكتورة لم تضيفك من الشعر بيت، نحن الآن نعمل على إقامة سوق مشترك لسيدات المجتمع التعرفي توجه ورؤى سيدنا في مجال التصنيع الغذائي. صحيح. تعرفي أنه إحنا نمر بأزمة التغير المناخي ومحدودية مصادر المياه، وهذا ينعكس على الغذاء والدواء. نعمل جاهدين لإيجاد السوق لسيدات المجتمع بالتعاون ممتاز. مع منظمات دولية. نعم. وإن شاء الله قريبا جدا سوف يرى النور إما في شارع البلدي السفلي، وتعرفي هذا شارع حيوي جدا. نعم. أو في منطقة ثانية إحنا إن شاء الله إذا مش يوم السبت أو الأحد سوف يتم طرح على المواقع، وهذا خصيصا للجمعيات التي تخص سيدات المجتمع في مجال التصنيع الغذائي. ممتاز. سوف نقوم من البلدية بتوفير مكان لهم دائم. تعرفي بدك تحافظي على خصوصية هذه المدينة سواء من السياحة، وبالتالي حتى شارع الحمام أختي هناك اتفاقية ما بين وزارة السياحة والبلدية. نعم. وهناك عطاء طرح مستقبلا، وتم حتى تزويد تجار شارع الحمام في بدل المتعارف عليه اللي هي البوكس يضعوه. نعم. الخضار والفواكه. نعم. تم استحداث خلال من الموز، وبالتالي يعني صورة حضارية لمدينة الصلت. نعم. بما يتناسب مع رؤيتنا مستقبلا لهذه المدينة الطموحة. إن شاء الله هي مدينة جميلة يعني، وبإمكان أي زائر أنه يذهب إلها يستقبلوا بهاي الروح الطيبة وهاي شيمة أهل الصلت. وأيضا إحنا بانتظار يعني جميل ما قلت من مشروع للمنتج السياحي من السيدات أنفسهم، وهذا في النهاية بنصب في تشجيع السياحة وتنشيط السياحة. أنا بدي أشكرك عطوفة رئيس بلدية الصلت الكبرى المهندس محمد الحياري. وصلنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، يوم الخميس نهاية أسبوع. إن شاء الله استمتعوا فيها بأجواء يعني مشمسة، زخات خفيفة من الأمطار كما قالت دائرة الأرصاد الجوية. فنهاية أسبوع إن شاء الله يعمها الخير والمحبة والسلام على الوطن وعلى بيوتكم. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله.